نعم، على الهوست فيروس يعني اتاتش اتاتشمنت. على الفيروس، اللي هو فيروس اتاتشمنت ريسبتر او فيروس اتاتشمنت بارتيكلز، والريسبتر الاخر اللي هو يكون وين موجود موجود؟ على السيل. على السيل اللي سميناه سيل سيلولار ريسبتر او سيل سيلولار اتاتشمنت ريسبتر. لازم يكون كومبلمنتري. شنو معنى كومبلمنتري؟ يعني مكمل إليه. يعني مكمل. متمم إليه أو مكمل أو مطابق إليه، يعني لازم يكون مطابق أو متمم لعمله، يعني حتى يكون يعني متطابق العمل مالته، فيصير شغل القفل والمفتاح حتى يصير شغل البايندينج. المرحلة الثانية إحنا قلنا الأنكوتينج، طبعاً أعطينا جدول خاص بالفيرال أتاتشمنت ريسبتر أو بارتيكلز، وأيضاً عندنا جدول خاص بالسيلولار ريسبتر. كذلك عندنا المرحلة الثانية البنتريشن، واحنا قلنا البنتريشن ثلاث حالات، البنتريشن او الدخول، انتري او بنتريشن، من يذكرني عليهن؟ اندوسايل ودايركت بنتريشن. بنتريشن. قلنا احنا دايركت بنتريشن اوكي، وعندنا شنو بعد؟ اندوسايتوسيس الاندوسايتوسيس والفيوجن. اذا كل الفيروس اذا كان مثلا نيجت فيروس احنا قلنا له طريقتين، وبالنسبه الى الانفلوت فيروس الى طريقتين، فاكو طريقه مشتركه اللي هي الاندوسايتوسس. احسنتم، الاندوسايتوسس هي طريقه مشتركه بين النكت والانفلوب. النكت فيروس عاده والانفلوب ياخذ طريقه الفيوجن والاندوسايتوسس، ما اعطينا امثله عليها. فاليوم عاده الانكوتنج، الانكوتنج هي بمعناها is the process of separation of viral nucleic acid from its protein core. احنا يدخل لنا الفيروس، مرة ما يدخل الفيروس، قد يدخل لنا على شكل يعني نيوكليوكابسيد، او قد يدخل على شكل فيروس كامل. زين، النيوكليوكابسيد اذا كان نيكت فيروس، واذا كان انفلوب دخل بطريقه الفيوجن راح يدخل لي ايضا نيوكليوكابسيد، لان هنا الانفلوب اثناء مرحله الفيوجن راح يندمج ويا الممبرين مالت الخليه. فبكل الاحوال اغلب الحالات هي راح يدخل لنا نيوكليوكابسيد. فهذا النيوكليوكابسيد بعض الفيروسات اذا دخلت بطريقه الاندوسايتوسيس تدخل، مثلا البلوك فيروس راح يدخل كامل. فالمرحله اللي وراها مرحله الانكوتينج، فراح ينزع المفروض الفيرال نيوكليك اسيد اللي هو ام ار ان اي او دي ان اي، ينزع من البروتين كور اللي هو الكابسيد. فهاي العمليه هي عمليه الانكوتينج. عاده تختلف حسب شنو فيروس، ديبيندينج اون ذا نيتشر اوف ذا فيروس كوزنج انفكشن، حسب طبيعه الفيروس اللي سبب من الاصابه. اذا كان يعني انفلوبد نيك فيروس، ايضا اذا كان بالسيتوبلازم او بال يعني وطبيعه الفيروس شنو طبيعه الفيروس وتركيبه. With most viruses, the encoding is accomplished by action of lysosomal enzyme present inside the phagocytic vacuole and Golgi vesicles of the host cell. عادة إذا كان عندي أنا الفيروس يعني يدخل الخلية، إذا كان موجود بالإندوسوم أو موجود مثلا تحيط بالفيزيكلز اللي هي موجودة أو الباكيول اللي هي من صنع الجولجي. إحنا دائما نقول الفيزيكلز أو الباكيولز هي دائما من يصنعها الجولجي أبراتس، أو كذلك ممكن أنه الاندوبلازم كريتيكولوم لها دور بعملية التصنيع لها الباكيولز والفيزيكلز. فأكو عندنا أكو لاسوزومال إنزيم اللي هي الإنزيمات الحالة، الإنزيم اللي تسوي ديجريديشن للفاكيولز او للجولجي فيزيكلز اللي تحيط لنا بالفيروس، حتى شنو يطلع لنا فقط الفيروس. قد يكون هذا داخل الفيروساتيك فاكيولز او الفيزيكلز اللي هي الجولجي فيزيكلز. هاي اللايسوسوم الانزيم عاده تحطوا منه البروتين كور اللي هو اللي موجود بالكابسيد، لان الكابسيد عباره عن بولي بيبتايدز او ماده بروتينيه، فمن يحطمها لازم يحطمها اللايسوسوم الانزيم اللي هي بروتييز. مادة البروتيز اللي هي كلايسوسوم الإنزيم هي راح تحطم لي الكابسيد اللي موجود، فراح يطلع لنا الفيروس على شكل نيوكليك أسيد. نعم، بعض الفيروسات in some viruses the encoding is caused exclusively by enzyme present in the host cell cytoplasm. هاي اللايسوسوم الإنزيم أحيانا موجودة وين؟ موجودة بالسيتوسول، يعني منتشرة، راح ديستريبيوتد بال يعني تحطم لنا بعض المواد الغذائية اللي موجودة بدون ما تدخل الفيسيكلز، وانما شنو مباشره تشتغل على اي ماده موجوده داخل طبعا عدا الاون كونتنتس مال الخليه، لان الاون كونتنتس مال الخليه عاده تكون ريزيستنت هاي المواد. شلون هسه المعده مقاومه للحامضيه الاتش سي ال الحامضي، بينما المواد الغذائيه تتاثر. فعندي المواد الخاصه بالخليه عاده الاورجانز وغيرها ما تتاثر بهاي الاساسيه مال الانزيم.
فقط المواد اللي نريد مثلا نحطمها او المواد الغريبه اللي تجي زين. فعندي بعض الانزيمات بدل ما تكون موجوده بالهاي الفيزيكلز او الباكيولز تتواجد داخل السيتوبلازم، كما في حاله مثلا عندي انا البوكس فيروس عاده الانكوتنج. وين يصير الانكوتنج مالت البوكس فيروس؟ هو شنو؟ دي ان اي فيروس، صحيح لو لا تذكرون؟ نعم دكتور، دي ان اي فيروس، لكنه الوحيد من جماعه الدي ان اي فيروس اللي تكاثر وين ساره؟ سيتوبلازم. بالسيتوبلازم، فهو الوحيد من مجموعه الدي ان اي فيروس اللي الشغل مالته يكون داخل السيتوبلازم. فعاده الانزيمات اللي موجوده راح تسوي لنا هاي تكون مشفر، هاي الانزيمات اول ما يدخل الفيروس يشفر لنا كل محتويات الخليه، ومن ضمنها يسيطر لي على هاي الانزيمات اللي هي موجوده بالسيتوبلازم، فراح تشتغل على من؟ تشتغل فقط على الشيء اللي يريده الفيروس، وراح تحط منه شنو؟ اللي تحط منه الكابسيد اللي تحيط لنا بالنيوكليك اسيد. هاي المرحله يعني مهمه جدا. نعم. عند الانكوتنج اكر شورتلي افتر بنتريشن، لان عمليه البنتريشن وراها فتره قصيره جدا راح تحدث الانكوتنج. عاده البروتين كوت او تسمي الكابسيد او البروتين شيل از ريموفد باي ذا هوست سيل انزيم، سواء كان الهوست سيل انزيم اللي موجود بالسيتوبلازم مباشره او اللي موجود بالباكيولز او الجولجي فيزيكلز، راح يتحط من الكابسيد. فراح الجينوم هنا راح ينطلق اما على شكل نيوكليك اسيد في حاله النكت فيروس، لانه هو اصلا يدخل نيوكليك كابسيد، فراح يشتغل على شو اسمه، يشتغل على البروتين شيل هذا الانزيمات اللي هي لا تسمى الانزيم، فتحط منه الكابسيد فينطلق بالانكوتنج ينطلق الجينوم على شكل بايكورنا فيروس. اما في حاله مثلا عندي انفلوبد فيروس اللي دخل عن طريق الاندوسايتوسيس، راح الانكوتنج تصير هاي العمليه تنشا عنها نيوكليوكابسيد. والمرحله الثانيه راح تصير يعني تحطيم للكابسيد من خلال نفسه الانزيم اللي منتشره داخل السيتوبلازم. فبالاخير راح يطلع لنا النيوكليك اسيد سواء ار ان اي او دي ان هو اللي راح يشتغل في عمليه الريبليكيشن. في هذه المرحله مرحله الانكوتنج راح الانفكتيفيتي للبارنتال فيروس راح يصير لوست، يعني في مرحله الانكوتنج. طبعا هو احنا في مرحله البايندنج من صار البريون تعلق لي على الخليه هنا فقد القابليه للانفكتيفيتي، لكن هنا راح تصير في اصدق يعني مراحلها انه فقدان الانفكتيفيتي مالت الفيروس. ليش؟ لان انا الفيروس صار هنا تفرق، هنا انا تحطمت الكابسيد مالته وتحول فقط الى نيوكليك اسيد، وبهي الحاله الفيروس او الجينوم مجبر انه يكمل عمليه الريبليكيشن، فهنا الانفكتيفيتي هنا راح تكون مفقوده، فقط تكمل لي عمليه الريبليكيشن، يعني الفيروس ما يسترجع الانفكتيفيتي مالته الا لما تصير عمليه الريليز، من تصير عمليه الريليز يلا يكون الفيروس القابل على الانفكشن او يصيب خليه اخرى. نعم. فهاي المرحله كملت عندي مرحله الانكوتنج. المرحله الاخرى اللي هي البايو ساينثيسيس اللي مرحله جدا مهمه، مرحله تصنيع النيوكليك اسيد وتصنيع البروتين. البروتين سواء كان بروتين ستراكشرال، الستراكشرال وين يصير ستراكشرال بروتين طلابنا؟ من يجاوبني؟ اكو عندي نان ستراكشرال وستراكشرال. نعم. ستراكشرال تدخل لتركيب البروتين، والنون ستراكشرال تدخل لتركيب الانزيم. عافيه زهراء، زهراء صالون، عافيه. ايه ستراكشر من اسمها عندك تدخل بالستراكشر مالت الفيروس، يعني تبقى ثابته بعد عمليه الريبليكيشن. اما النون ستراكشرال فهي مواد بروتينيه لها دور في تهيئه واكتمال عمليه الريبليكيشن، تكون عباره عن مكملات او مواد انزيميه، ف بعد ما تكتمل عمليه الريبليكيشن تنتهي، ما نلقاها، ما تكون موجوده، ما تكون مهيئه لعمليه الريبليكيشن او متممه لها. جيد. عندي بالنسبه للسايت اوف فيروس ساينثيس ديبند اون ذا تايب اوف فيروس، يعني احنا قلنا اذا كان ار ان اي فيروس فعمليه الساينثيس مالته دائما تكون وين؟ بالسيتوبلازم، اذا كان ار ان اي فيروس ما عدا الاتش اي في، وفي بعض مراحل الاورثوميكزو فيروس الانفلونزا. وبالنسبه للدي ان اي فيروس عاده هو يكون بالدي ان اي عدا البوكس فيروس اللي حكينا عليه قبل شويه. زين. عندي اكو هذا السؤال. الدكتور سلايد ما يتحرك. بعد ما اخذته بعد. هسه يا سلايد هسه عندكم.
الثالثة. البايوسنتيسيس لا غيره. لا مو هو. انكوتين. لحظة. هسه. لا دكتور ماكو. نعم نرجع نسوي. قلنا أهم مراحل الريبليكيشن، أهم مراحل الريبليكيشن احتمال النت صار به مشكلة على كل حال. إن شاء الله فنبدي بالبايوسنتيسيس. عادة قلنا احنا إذا دينا أي فيروسز وين دينا أي فيروسز البايوسنتيسيس مالته أو السنتيسيس إذا دينا أي فيروس طلاب. نيوكليوس. نيوكليوس عادة البوكس فيروس راح يكون بالسيتوبلازم. وين الآر إن فيروس وين الآر إن فيروسز؟ بالسيتوبلازم عادة. بالسيتوبلازم إكسبت اتش أي في. اتش أي في بيلاقي عنده ريفرس ترانسكريبتيز يحول نفسه من آر إن إلى دي إن حتى يصير اندماج مع النيوكليك اسيد مالت الهيومن الخلايا السوماتيك سيل. نعم فالدي ان اي فيروس عاد ريبليكيت ذا دي ان اي ان ذا نيوكليوس اوف ذا هوست سيل باي يوزنج فيرال انزيمز. الدي ان اي فيروس عاده تستغل الفيرال انزيمز اللي موجود فتشتغل يعني بعمليه البايوسنتيسيس. هاوفر ذي سينثيسايز ذير كابسيد اند اذر بروتين ذا سيتوبلازم باي يوزنج the host cell enzyme. بينما طبعا عمليه تصنيع الكابسيد والبروتينات البقيه تعتمد على وجود الـ يعني الـ host cell enzyme باعتبار انه داخل النواه فتستغل هاي الانزيمات. البروتينات برمات الصناعة طبعا وين البروتينات الصناعة طلاب؟ عاده البروتين وين يصنع؟ وين موجود؟ سيتوبلازم. الريبوسومات. جيد. الرايبوسوم هو اللي يصنع لي البروتين. وين الرايبوسوم مكانه؟ سيتوبلازم. اي بالسيتوبلازم. اذا عمليه تصنيع البروتينات كلها تتم وين؟ تتم بالسيتوبلازم سواء كانت لجماعه الدي ان اي فيروس او للار ان اي فيروس. لكن من تكتمل مرحله تصنيع هاي البروتينات راح تتجمع وين وتنتقل وين البروتينات تنتقل الى النواه من خلال البورس الموجوده بالنواه. هذا بالنسبة لجماعة الدي ان اي فيروس، أما بالنسبة للار ان هو أصلا موجود بالسيتوبلازم. فراح يصير عملية الأسمبلي بالنسبة للدي ان اي فيروس كلها ما عدا البوكس فيروس يصير بالنواة. فعملية تصنيع الدي ان اي فيروس أو دي ان اي جينوم اللي هو النيوكليك أسيد داخل النواة وعملية تصنيع البروتينات تكون بالسيتوبلازم وبرا ما تتكامل هاي structural البروتين اللي مكون للكابسيد تنتقل لوين للنواة فراح تنجمع السر اسمبلي ويا من ويا الدي ان اي الجديد راح تسوي للفيريون. والفيريون عباره عن هول فايرال بارتيكلز. تذكرون الفيريون هو شو؟ هول فايرال بارتيكلز. جيد واضح واضح طلاب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. نعم اذا كملت عمليتها هسه احنا يعني رفل هذا الحكي مالتنا برا ما تتكامل تصنيع الفيريونز راح تنتقل الان وذا اندوبلازميك ريتيكولم تو ذا ممبرين اوف ذا هوست سيل. برا ما تكمل عمليه تصنيع الدي ان اي فيروس او حتى الار ان اي فيروس. الدي ان اي فيروس طبعا عاده متكامل بالنواه راح يتكامل بالنواه ويطلع اذا كان عباره عن نيجت فيروس فمجرد يخرج من النواه وراح يرتبط بالاندوبلازميك ريتيكولم من خلال فيزيكلز. هاي الفيزيكلز تعبره وين؟ للجولجي أباراتس. وبعدين الجولجي أباراتس يتعبر بفيزيكلز توصله إلى الهوست سيل ممبرين وبالتالي يعبر إذا كان طريقته طريقة الإكزوسيتوسيس راح يخرجه خارج وإذا كانت يعني طريقته أنه لازم يحطم لي الغلاف يحطمه فبعض الفيروسات تخرج عن طريق الإكزوسيتوسيس وبعضها تخرج عن طريق ايضا عن طريق الدستركشن للغلاف الخارجي مال الخليه. موست اوف دي ان اي فيروسز مثل عند الهربس فيروس البابا فيروس الادينو الهبا دي ان اي فيروس هاي كلها دي ان اي فيروس راح تصنع لي النيوكليك اسيد وين بالنواه مثل ما قلنا ما عدا البوكس فيروس اللي هو اكسبشن راح يكون كل مكونات تصنيعه هي موجوده بالسيتوبلازم فبيحتاج انه هذا عدي البوكس فيروس الوحيد اللي جماعه الدي ان اي فيروس هو يكون نعم بالسيتوبلازم. هسه السلايد الاخر السينثيسيس او ماسنجر يعني تحول عندكم السلايد طلاب؟
عندي أنا المرحلة المهمة بعملية عفوا المرحلة المهمة بعملية البايوسينثيسيس كلها هو المسنجر آر إن إي. المسنجر آر إن إي لازم أن يصنع. المسنجر آر إن إي هو الأم آر إن إي هو مهم جدا في عملية التصنيع، سواء كان تصنيع النيوكليك أسيد وتصنيع البروتينات، باعتبار أنه يؤثر لي على الإنزيمات اللي موجودة مثل الآر إن إي ديبندنت آر إن إي بوليمريز أو الدي إن إي ديبندنت آر إن إي بوليمريز، أو يصنع يأثر على الريبوسوم على يصنع لي البروتينات. فوجود المسنجر آر إن إي جدا ضروري لعملية التصنيع أو اكتمال عملية التصنيع اللي هي البايوسينثيسيس. فبالنسبة للدي إن إي فيروسز عادة لأن شغلها بالنواة فدائما تستخدم المسنجر آر إن إي اللي راح يتكون باستخدام الهوست اون ار ان اي بوليمريز عاده لانه موجود في النواه، فيستغل الاون ار ان اي يعني مات الخليه الار ان اي بوليمريز على مود يصنع للمسنجر ار ان اي على مود يسوي عمليه ترانسكريبشن مباشره من الفيرال دي ان اي. فمباشره يستخدم الهوست ار ان اي بوليمريز حتى يصنع المسنجر من خلال الدي ان اي او الفيرال دي ان اي. فما عندنا أي مشكلة بالنسبة للدي إن إي فيروس باعتباره هو داخل النواة يستخدم الـ RNA بوليمريز الخاص بالهوست يعني بالخلية خلية الهيومن أو خلية الأنيمال اللي يطفل عليها خلية الهوست، فيصنع للمسنجر RNA من خلال عمل ترانسكريبشن مباشرة يستنسخها من الفيرال دي إن إي. هذا خلصنا من الدي إن إي. إذا كان RNA فيروس فالهوست بوليمريز ما راح يشتغل هنا، ما راح يشتغل لأن هنا داخل السيتوبلازم، فنحتاج إلى مسنجر آر إن إي مختلف. هنا شلون تصنيع المسنجر آر إن إي؟ يمر عدة احتمالات، راح يكون عدة احتمالات. الاحتمال الأول إذا كان الفيروس دبل ستراند آر إن إي، دبل ستراند ار ان اي هساي دي سي ار ان اي معناه دبل ستراند ار ان اي يعني بشريطين ار ان اي بشريطين. فواحد من الاشرطه هاي وان ستراند از فيرست ترانسكرايب باي فايرال بوليمريز انتو مسنجر ار ان اي. فراح الطريقه الاولى اذا كان دبل ستراند واحد من الاشرطه الموجود راح يستنسخ من خلال الفايرال بوليمريز الى مسنجر ار ان اي ويشتغل مباشره. إذا كان عندي سنجل ستراند هنا راح يصير عندي فد يعني ثلاث احتمالات. هنا قلنا احنا إذا دي ان اي مو مشكلة عندنا مباشرة الهوست ار ان اي هو راح يسوي عم ترانسكريبشن لتصنيع المسنجر ار ان اي من خلال الفيرال دي ان اي. بالنسبة إذا كان ار ان اي إذا كان دبل ستراند فواحد من الأشرطة اللي موجودة هي دبل ستراند واحد من عنده يستخدم مباشرة يسوي عم ترانسكريبشن باستخدام الفيرال بوليمريز يحوله الى مسنجر ار ان اي. اذا كان سنجل ستراند فعندي ثلاث طرق لهذه العمليه مال تصنيع المسنجر. اذا كان السنجل ستراند ار ان اي هو بوزيتيف سيكونس او بوزيتيف ستراند او يسمونه بوزيتيف سينس يعني ايجابي القطبيه يعني يبدأ من الفايف إلى الثري، فايف برايم تو ثري برايم يعني الخريطة الوراثية مالته، يعني طبيعياً راح يكون مشابه تماماً للسيم بيس سيكونس اللي نحتاجه للمسنجر آر إن إي. فهذا راح يستغله مباشرة كمسنجر آر إن إي، يستغل قطعة من عنده في نهاية السنجل ستراند آر إن إي ويشتغل كمسنجر آر إن إي. هذا كان بوزيتيف ستراند. إذا كان سنجل ستراند أو نيجاتيف سينس فبالحالة ما نقدر هنا لازم يصير عملية. شنو العملية؟ راح تصير عملية كومبلمنتري تحويل يعني ترانسكريبشن الحولة يعني ترانسليشن حولة من بوزيتيف إلى نيجاتيف. الحولة لازم شنو يتحولة بعدين إلى يصنع مسنجر يعني. فراح يصير عملية كومبلمنتري negative sense RNA is complementary to messenger and thus must be converted to positive sense RNA by an RNA polymerase حتى يحول من negative إلى positive. حتى يحول من negative إلى positive يعني يحول لي السيكونس اللي كان مثلا ما مشابه للمسنجر اللي نحتاجه يحوله طب تماما يشابه لي
السيكونس اللي نحتاجه كماسنجر. واضح طلاب؟ لو اعيدها دكتور يعني يرجع نفس الخطوه السابقه. اي احسنتي. يعني هو مو كان عندي مثلا انا اذا كان بوزيتيف ستراند يمشي طبيعي باعتباره مشابه سيكونس مات المسنجر، هنا اذا كان نيجاتيف يحاول يسوي العمل ترانسكريبشن او يسوي له كومبلمنتري ترانسكريبشن. يعني مثلا اذا عندي الخريطه تبدي مثلا اي سي تي مثلا، وانا ما احتاج هاي الاي سي تي سي، احتاج مثلا تي جي كذا، فلازم يحول الاي الى تي والتي الى اي والجي الى سي حتى يصير مشابه تماما للمسنجر اللي انا احتاجه. واضح؟ فالبوزيتيف تماما السيكونس مشابه للمسنجر اللي انا احتاجه، بينما النيجاتيف سينس لا يكون عكسه، يعني وكانه مقلوبه. فنحتاج الى نسوي عمليه ترانسكريبشن كومبلمنتري اليه حتى يتحول لي الى السيكونس اللي انا احتاجه. واضح؟ نعم دكتور واضح. نعم. بالنهاية بالنسبة للبوزيتيف والنيجاتيف سهلة، إذا نيجاتيف فهو إذا بوزيتيف عفوا فهو تماما مشابه للمسنجر ار ان اي سيكونس، فيشتغل كمسنجر بطرف أو بنهاية الستراند. أما إذا كان نيجاتيف فلازم يتحول إلى يعني ترانسكريبشن إلى حتى يكون كومبلمنتري للمسنجر. فبالحالة أنا أحول النيجاتيف إلى بوزيتيف حتى أقدر أشتغل، بعدين أصير عمل ترانسليشن ترجمة لل يعني البروتينات اللي راح يصنعها ويحول إياها إلى سواء structural protein أو non-structural protein. في مرحلة في حالة الـ reverse transcribed RNA اللي هو reverse transcribed RNA، من هو هذا الفيروس اللي بي reverse transcribed RNA؟ HIV. أحسنت. reverse transcribed هذا طبيعته تختلف عن البقية. فعندي إذا كان positive sorry هذا نعم هسه طلع لكم السلايد طلاب. نعم يعني طلع. اي في حاله الريفرس ترانسكرايبد ار ان اي البوزيتيف سينس سنجل ستراند عاده اول ما يصنع على شكل نيجاتيف، لانه هو بالاساس هو بي موجود ريفرس ترانسكرايبد، فالبوزيتيف راح يتحول لي الى نيجاتيف حتى يكون ممكن نستخدمه يعني كمسنجر ار ان اي، لان احنا عمليه تصنيع هنا راح تكون عكسيه. هنا تدرون انه الفيروس هو ار ان اي ولازم يتحول الى دي ان اي، فهنا عندي عكسيه الحاله. البوزيتيف سينس اللي موجود للريفرس ترانسكرايب يتحول لي الى نيجاتيف، زين الى نيجاتيف نيجاتيف سينس سنجل ستراند دي ان اي، حتى بعدين يعني يقدر يشتغل الفيروس ريفرس ترانسكريبت انزايم استخدام الريفرس فيروس ريفرس ترانسكريبت انزايم. لان انا عندي الاتش اي بي، هو بالاساس شنو الاتش اي بي؟ الاتش اي بي ايش قلنا احنا؟ سايتوبلازم ار ان اي. بس هو شنو؟ بس هو شغله وين يصير؟ بالنيوكليوس. فاذا يريد يشتغل ك اذا ار ان اي يدخل للنواه ما راح يفيد شيء، فلازم يتحول لي الى دي ان اي اللي هو كومبلمنتري دي ان اي، صح لو لا؟ حتى يقدر يرتبط وياه من داخل النواه. لهنا الار ان اي اغلب حالات الار ان اي هو كل الار ان اي تكون بالسيتوبلازم، هذا هنا هو ار ان اي، فلازم يتحول لدي ان اي حتى يقدر يدخل النواه ويسوي انتجريشن داخل النواه. فالعمليه عكسيه مع الحالة الأساسية. البوزيتيف سينس هي راح تتحول إلى نيجاتيف حتى يقدر يحول نفسه إلى دي إن إي ويشتغل يدخل داخل النواة. وهنا في الحالة يصير عملية تصنيع الماسنجر ار ان اي داخل النواة ويشتغل الماسنجر ار ان اي. كل حالات الدي إن إي فيروس أو بالإتش آي بي راح يشتغل لشغلتين، يشتغل داخل النواة ويشتغل داخل خارج النواة. شغل داخل النواة يصنع لي الفيرال نيوكليك أسيد الجديد، وبالنسبة إلى بالسيتوبلازم شو يشتغل لي؟ بروتين. البروتينات يعني سيطر على الريبوسوم على مصنع البروتينات،
برا ما يكتمل الماسنجر هذا صنع لي الماسنجر ار ان اي تشكل لي راح يصير عمليه ترانسليشن لصاحب السيرفيسات بلازم نستخدم الهوست رايبوسوم على مود يصنع لي الفيرال بروتينز وخلال هاي المرحله راح تكتمل عمليه او كل مكونات الفيروس سواء كان ار ان اي او دي ان اي بالنسبه للجينوم بالاضافه الى البروتينات اللي هي الكابسيد بروتين فراح يصير at this phase the virus component appear as separate in nucleic acid وseparate protein coat هاي المرحلة أنشأت لي مجموعتين مجموعة النيوكليك أسيد الجديدة ومجموعة البروتين كوت الجديدة هنا راح ننتظر مرحلة أخرى شو نسميها مرحلة الأخرى الماتوريشن فهاي الماتوريشن طبعا تجري في عملية تجميع النيوكليك أسيد الجديد مع أنا كمثال للنيجاتيف والبوزيتيف أعطيتكم كمثال أدي مثالين مثالين نيجاتيف ستراند وبوزيتيف ستراند بالنسبه للار ان اي بالنسبه للبوزيتيف ستراند ار ان اي عندنا مثالين موجودات تو امبورتنت اكزامبل للبوزيتيف سنجل ستراند ار ان اي اللي هي السارس 2 اللي هو الكوفيد 19 هسه حاليا سارس اللي هو سيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم تايب 2 اللي هو سارس كوف 2 والهيباتو فايروس هيباتو فايروس اللي هو هيباتيتس فايروس اي اللي هو هاي طبعا السارس 2 او الكوفيد يسبب لنا الكورونا فايروس اللي هو كوفيد 19 وهذا عندي الهيباتو فايروس يسوي هيباتيتس تايب اي بينما النيجاتيف ستراند عندي مجموعه كبيره من النان سيجمنتد جينوم اللي يسبب لنا بعض الامراض مثل الميزلز الريبيز الانفلونزا الكريمين كونغو هيمورجيك فيفر الايبولا اللاسا فيفر وغيرها اذا مجموعه كبيره من معظم الفيروسات الار ان هي تكون نيجاتيف ستراند بينما عنده المثالين الاساسيات للبوزيتيف ستراند هي السيفير اللي هي السارس 2 والهيباتيتس فايروس تايب اي او هيباتا فايروس تايب اي واضح طلاب يعني اذا اسالكم تعطوني مثال على البوزيتيف سنجل ستراند ار ان فايروس تعطوني السارس تعطوني الهيباتا فايروس اي واذا قلت لكم اعطوني مثال على النيجاتيف ستراند فتعطوني هاي الامثله واحد يعني من عندنا اللي موجودات اللي هي الميزلز الحصبه الريبيز السعار الانفلونزا الكريمين كونغو مرجف بار هذا اللي هو الحمى النزفيه اللي تنتقل منين الحمى النزفيه طلاب؟ حمى القرم الكونغو النزفيه من يجاوب لي؟ دكتور تنتقل من الانيمال؟ من الانيمال يا نعم من الانيمال احسنت محمد دكتور من الكوت من الابقار؟ دكتور من الكتل من الكتل الكتل الماشية من الماشية وتنتقل إما مباشرة من خلال التك القراد ينقلها من خلال الدم أو تنتقل من خلال الدم يعني بالتعامل مع اللحوم المصابة لحوم الأبقار المصابة إذا واحد مجروح وكذا ممكن تنتقل له وهو مرض خطير طبعا فلازم الإنسان يتوقع من عنده باستخدام الجلوفز مثلا إذا تعامل مع لحم اللي مشكوك به أو يتعامل مباشرة بالتجميد السريع او هذا بالطبخ على النار يعني درجه حراره عاليه حتى نقضي على الفيروس اذا كان موجود اما بالنسبه الى التك فلازم احنا نقضي على الانسكتسايد نسوي انسكتسايد الرش الانسكتسايد على مود نقضي على الحشرات الناقله للاصابه من ضمنها من اهمها القراد زين فهاي مجموعه الفيروسات اللي ممكن تكون او هي نيجاتيف ستراند ار ان اي لحد الآن أكو سؤال طلاب عندكم هاي عندي الريبليكيشن سايكل الخاصة بالبوزيتيف سينس والنيجاتيف سينس فهي ما تختلف بس مجرد بتصنيع الماسنجر اللي حكينا هذا عندي بالنسبة أنا أشركم بالمؤشر هذا عندي هاي عندي مثلا هسه هذا قاعد تشوفون المؤشر طلاب نعم هذا الانتري هنا انا ادخل الفيروس هنا صار له بايندنج بعدين ادخل هذا بوزيتيف سينس هنا انا معناته هذا ال5 برايم 3 برايم هذه الخريطه الوراثيه مالته يبتدئ من ال5 لل3 هذا طبيعيا من ال5 لل3 وهذا الطبيعي مالته اللي هو بوزيتيف ستراند هنا انا عندي مشابه تماما يكون المن للماسنجر اللي احتاجه على مود يتحكم لي بتصنيع الانزيمات الستركتشرال والبروتينات الستركتشرال الار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز
والبروتينات. فهنا راح مباشرة يشتغل لي يسيطر لي على من يسيطر لي على الريبوسوم حتى يصنع لي بروتينات مستوى ترانسليشن حتى يصنع لي هنا كابسيد ومجموعة إنزيمات. هنا أيضا يقدر يسيطر مباشرة بعملية تصنيع الفيرال RNA الجديد باعتبار أنه مباشرة عندي سيكونس مالته مشابه للمسنجر، فراح يتحكم بعملية تصنيع الأمبليفيكيشن ويعني يشتغل على تصنيع أو التحكم بالـ RNA dependent RNA polymerase حتى يصنع لي أو يسوي لي كوبي من هذا طبعا البداية، وبعدين عملية حوله طبعا هنا يصير شنو كلكم لبرتين نيجاتيف بعدين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف لأنه يصنع لي بالأخير نفس السلسلة الخاصة بالفيروس اللي 5-3 هاي مجموعة كوبيز. هنا تكاملت عملية تصنيع الفيرال كوبيز اللي هي فيرال RNA كوبيز، وهنا عندي الكابسيد، فراح يصير عملية الأسمبلي. هنا صار تجميع ما بين الكابسيد وما بين الفيرال نيوكليك أسيد الجديد، وهنا صارت عملية الماتوريشن اللي هي أسمبلي وباكجينج، وبالأخير يصير ريليس. هنا عندي بالنيجاتيف سينز لا نحتاج خطوة أولى اللي هي لازم تتحول النيجاتيف إلى بوزيتيف، هاي باستخدام يأثر لي هو طبعا هذا يشتغل الـ RNA ديبنت RNA بوليميريز يسوي عملية ترانسكريبشن كومبلمنتري حتى يحول لي الـ 3 برايم يحول إلى هنا الـ 3 برايم يحول إلى 5 برايم، وبعدين تصير عملية مقلوبة. هنا نصنع أيضا البروتينات، هنا مسنجر يشتغل لي على الريبوسوم، هنا يشتغل لي على تصنيع الفيرال نيوكليك أسيد الجديد، وبالتالي نفس العملية تتم وعملية الأسمبلي والريليز. فهي المرحلة متشابهة ما عدا عملية تصنيع المسنجر RNA. نعم. عند المرحلة الأخرى الماتوريشن شرحناها مباشرة، قلنا أسمبلي of the protein capsid تكون هذا first step الماتوريشن. الفيرال نيوكليك أسيد راح يدخل داخل الكابسيد الجديدة، فراح يتكون لي فيروس جديد للماتور انفكتيف فيروس اللي نسميه البريون. الكابسيد مال الانفلوب فيروس عاده مثل الاورثومكزو والبارامكزو راح تغلف بانفلوب، يعني هنا عمليه الاسمبلي من تتكامل ما تنطيني ماتور فيروس. ليش؟ لانه نحتاج بعد انفلوب، هذا الانفلوب لازم اخذه منين؟ اخذه من الهوست، صح لو لا طلاب؟ منين اخذ الانفلوب؟ نسينا إذا كان الفيروس بالنواة راح يأخذ لي يا ممبرين نيوكليك ممبرين، وإذا كان بالساتب لازم يأخذ ساتب لازم. فهنا أنا راح يتغلف لي بالإنفلوب اللي هو الإنفلوب عادة تحتاج المكونات الكيميكال مالته هي بروتين وليبيد وكربوهيدرات. من يذكرني شنو كان الكيميكال كومبوزيشن مات الانفلوب تذكرون؟ سبيسيفيك فوسفوليبيد وجليكوبروتين. احسنت، جيد احسنت، فوسفوليبيد وجليكوبروتين. فعاده البروتين يكون هو مندمج مع او مندمج مع الجليكو او مع السكرايدز اللي هو جلوكوز، والليبيد مندمج مع الفوسفوليبيد. هنا أنا كل ما الى وظيفته والى اهميته. During maturation الانفلوب عادة يكون encoded by viral gene. أنا هنا يجيني مثلا الفيروس صار عندي نيوكليوكابسيد كامل نيوكليك أسيد وكابسيد يعني فيريون، بس يحتاج لشنو هنا؟ يحتاج لممبرين. فتيجي اكو viral gene وين موجودة؟ على ال شو اسمه هاي يسمونها انفلوب بروتين، راح تصير وين؟ يسيطر عليها الفيرال جينز، راح تصير انكوربوريتد وين؟ بالبلازما ممبرين. يعني اكو بروتينات خاصه لتصنيع الانفلوب او تحويل الانفلوب مالت الخليه الى انفلوب للفيروس، هاي يسمونها انفلوب بروتين. هاي منو يسيطر عليها؟ الفيرال جينز. راح تندمج وين؟ بالبلازما ممبرين مالت الانفكتيف هوست سيل او مع النيوكلير ممبرين مال الهوست سيل، فراح من تندمج بي او تنتغم بي راح تحوله تسوي انفاجينيشن، فالفيروس راح ياخذ هذا الغلاف يعتبره اله فيروس اله. ليش؟ لان هاي البروتينات اللي هي انفلوب بروتين كانت وين موجوده؟ مصنعتها او مسيطره عليها الفيرال جينز،
فراح تتحكم لي بهذا الانفلوب، راح يصير جزء او قطعه من خاصه للفيروس. يعني مو كل الغلاف اللي موجود بالبلازما ممبرين او بالنيوكليار ممبرين راح ينوخذ، وانما فقط اللي تندمج به هاي الانفلوب بروتين. واضح طلاب؟ واضح؟ نعم. اذا مو واضح، اذا مو واضح اعيدها. يعني القصد انه عمليه الانفاجينيشن لهذا الانفلوب حتى الفيروس ياخذه وياه، اللي هو الانفلوب فيروس، مو بكل المساحه الموجوده، وانما في مواقع محدده. هاي المواقع المحدده يشتغل منه الانفلوب بروتين اللي صنعه الفيروس واللي يتحكم بالفيرال جينز، راح تصير تندمج وين او تندهم وين البلازما ممبرين مالت الخليه، او وين الانفلوب وين النوكلير ممبرين مالت الخليه، فتسوي عمليه الانفاجينيشن بهاي المنطقه فقط، فيتغلب بها الفيروس ويطلع. هاي طبعا هنا أنا تتحكم بها. هنا الانفلوب ليبيدز، منو اللي راح يعني انا هسه هذا عندي البروتينات اللي موجود بالانفلوب هي عباره عن مسيطر عليها الفيرال جينز، بينما الليبيد والكربوهيدرات اللي موجوده على الانفلوب يا هو اللي يسيطر عليه، يسيطر عليه الهوست سيل جينز. بس هاي الهوست سيل جينز منو مسيطر عليها اساسا؟ الفيروس. يعني اي الفيرال جينز كلها، سواء كان الفيرال جينز والهوست جينز، كلها مسيطر عليها الفيرال جينز. احنا هنا البروتينات التحكم الاساسي مالتها من خلال الفيرال جينز، اما الليبيد والكربوهيدرات يعني التحكم الرئيسي مالتها من خلال الهوست سيل جينز، لكنه ايضا بسيطره رئيسيه من الفيروس. ف بالتالي أنا إذا أريد أشوف مثلاً طبيعة الليبيد، طبيعة الكربوهيدرات، يعني أنا شجر أخذ قطعة شجر من الانفلوب أو قطعة ليبيد، أقدر أشيك هاي القطعة منين موجودة، بيا خلية، أقدر أعرف هاي الخلية أو هاي الفيروس طلع لي من الخلية الفلانية، مثل خلية الليفر أو خلية السبلين، لأنه أساساً بيها راح ألقى سيلولار جينز موجودة وين، متحكمة بهاي الليبيد والكربوهيدرات. فراح يصير عملية الانفلوب، تصنيع الانفلوب أو أخذ الانفلوب من خلال عملية البادنج التبرعم أو الانفاجينيشن، فيقدر الفيروس يتغلف لي بهاي الانفلوب. إذا صار الفيروس هنا كامل، اكتملت عملية تصنيع الفيروس كاملة، سواء كان نكت فيروس أو انفلوب فيروس. الأسمبلي هو مجرد قلناها مجرد تجميع، من صار عملية التجميع إنه صارت تكوين فيروس جديد. عادة كل الفيروسات اللي هي الأسمبلي أو فيروس أو فيروس فيرال كومبينت إنتو فيريونز ما يتيك بليس إن ذا نيوكليوس. عندنا قلنا كل الدي إن إي راح تتكامل وين؟ بالنيوكليوس. كل الدي إن وين؟ كل الدي إن فيروس وين تتكامل؟ نيوكليوس. بالنيوكلياس. والار ان اي سيتوبلازم، اكو اكسبشن عندنا لو لا؟ البوكس فيروس دي ان اي سيتوبلازم، والاتش اي في والنيوكلياس. جيد. اذا كملت هاي العمليه، عندنا كمثال هربس فيروس والادينو هاي دي ان اي فيروس، واللي تتكاثر هاي هاي طبعا تتكامل بالنيوكلياس. اللي تتكامل السيتوبلازم كل الار ان اي فيروس ما عدا ال HIV، وينضم لها البوكس فيروس باعتباره هو DNA لكن تكاثر وين؟ بالسيتوبلازم. فالنكت فيروس او النون انفلوبد فيروس ار بريزنت انتراسيلولارلي از فولي ديفلوبد فيروس. يعني اول ما يصير عمليه الاسمبلي تجميع النيوكليك اسيد والبروتين شيل، النكت فيروس اعتبار صار ماتشور فيروس، صح لو لا؟ فولي ديفلوبد فيروس، صح لو لا؟ ليش؟ لأنه أصلاً النكت فيروس هو عبارة عن النيوكليوكابسيد، يعني فقط النيوكليك أسيد وكابسيد، بينما الانفلوب فيروس لا، هنا فقط كاملة النيوكليوكابسيد، يحتاج مرحلة أخرى، مرحلة شنو؟ ها هنا الماتوريشن بالانفلوب، لازم يأخذ الانفلوب، فيحتاج أنه النيوكليوكابسيد is surrounded by an envelope اللي راح تكون derived from the host cell membrane during process of budding، سواء كانت من بالنواة أو بالسيتوبلازم. فبالتالي ما تتم عملية الماتوريشن للانفلوب فيروس إلا من خلال أخذ الانفلوب، سواء كان من السيتوبلازم membrane أو النيوكليير membrane.
هاي هسه عندي سمول بوكس اللي هو دي ان اي فيروس لازم بس يتكاثر وين بالسيتوبلازم. هاي عندي السيتوبلازميك اسمبلي اند ماتوريشن. هذا عندي هنا انا عندي هسه هاي هنا انا داخل داخل السيتوبلازم يبدي هنا تصير هاي عمليه ال ها هنا انا عندي الفيروس تكاثر هذا صار عباره عن نيوكليكابسيد كانت كابسيد وهنا هذا نيوكليك اسيد وهذا الكابسيد اللي مالتي لايرز اوف كابسيد مالتي لايرز تبدي هذا نضج الفيروس صار عباره عن نيوكليكابسيد بس عمليه النضج تحتاج الى شنو؟ تحتاج الى انه الفيروس يخرج خارج الخليه ويصير لعمليه الماتوريشن ماتوريشن من خلال انه خروجه خارج الخليه في الاندوسايت الاكزوسايتوسيس. هاي الاتش اي في ايضا الاتش اي في موجود هو الاتش اي في بالنيوكليوس ايضا هنا تصير عمليه الماتوريشن مالته وهنا عندي هذا ماتور فيروس لكن ايضا ما نسمي ماتور الا انه يطلع من خلال البودينج من خلال البودينج يطلع ياخذ انفلوب من النيوكليير ممبرين ويطلع خارج النواة واضح؟ هذا عندي هسه مرحلة بداية البودينج هاي مرحلة بداية البودينج وهنا هنا راح يصير كامل ينفصل مباشرة خارج هذا عندي فيروس مفصول هنا خرج بالسيتوبلازم يعني تكامل من الخلية من النواة وطلع ناضج هنا أيضا هاي ناضجة هذا فيروس ناضج قبل اتش اي في الريليز عملية الريليز انطلاق الكمبليت فيروس is the last step and the replication يعني هنا الفيروس لازم ينطلق خارج الخلية بأي من الطرق الموجودة بعد ما تصير عملية الماتوريشن ينطلق خارج الخلية حتى يصيب خلايا أخرى ويكمل عملية replication أخرى. The release of the complete virus is the last step. In case of animal viruses, the release of progeny by prions usually occur without cell lysis. بعض الفيروسات اللي تصيب لنا الإنسان أو الحيوان راح تكون ما تسبب لنا السيل لايسيس يعني ما تحطم لنا الخليه وانما نسميها ابوبتوسس يعني الابوبتوسس هو سلو بروجرامينج ديث يعني موت الخليه البطيء ما يصير تحلل بالخليه وانما يصير انهاك للخليه واخذ كل مكوناتها ومحتوياتها والبروتينات اللي بيها والمواد وتبدي يصير موت بطيء اللي هو سلو بروجرامينج ديث او ما يسمونه الابوبتوسس يعني ما يصير ديستركشن هاي بعض الفيروسات وبعضها لا مثلا عندي بعض النكت فيروسز اللي هو مثلا مجموعه البايكورنا فيروس تحطون للخليه لا تطلع مثلا عندي البوليو فيروس وغيرها. الهوست سيل از ان افكتد اند جوز اون ديفايدنج تو ذا دوتر سيل ويتش كونتينيو تو ريليز فيريونز يعني الفيروس هنا يتكاثر ويطلع والخليه بعدها لا زالت تسوي انقسام يعني لا زالت الخليه حيه ويصير ديفجن بيها مايتوسيس وتنقسم الخلايا اعتياديا طبيعيا والفيروس قاعد يشتغل عليها اذا ما صار لها لايسس. البروجيني فيروس ار ريليز انتو سراوندينج انفايرمنت اند ماي افكت نيو هوست سيل. هنا البروجيني فيروس يعني الفيروسات الجديده اللي انشات لي بعمليه الريبليكيشن تنطلق خارج الخليه بالسراوندينج انفايرمنت وتصيب لي خلايا اخرى حتى تتكاثر وتكمل عمليه الانفكشن. البودينج doesn't immediately kill the host cell and in some cases the host cell survive. عملية البودينج هاي عملية البودينج من خلال الاندوسايتوسيس او الاكزوسايتوسيس ما راح تسبب لي قتل الخلية بصورة مباشرة وانما شنو تبقى الخلية حية وتسرفايف وتبقى مستمرة يقدر الفيروس يتكاثر عليها ويجي فيروس ثاني يتكاثر عليها الى ان يصير لها slow programming death. واضح طلاب؟ نعم دكتور واضح. نعم. عفوا عندي النون انفلوب فيروس هاوفر ريليز ثرو رابتشر اوف ذا هوست سيل. بعض النون انفلوب او النكت فيروسز ما تنطلق اذا ما تحطم للخليه. فريليز ثرو رابتشر اذا طريقتها رابتشر تسوي رابتشر للهوست سيل بلازما ممبرين. This type of release usually result in death of the host cell. فلازم تصير عملية تحطيم للخلية على ما تطلع. A single infected cell may release a large number of the daughter cell. يعني عندي single infected cell الخلية الواحدة إذا صار infection بفيروس
راح تسوي لي مجموعة كبيرة منين من الدوتر فيريونز أو البروجيني فيروسز. فهاي هنا السنجل سايكل أوف ريبليكيشن تختلف حسب الفيروس. بعض الفيروسات الريبليكيشن مالتها سريع يعني فترة قصيرة جدا للريبليكيشن سايكل ممكن تنتج لي 100,000 viral particles. A modest number of more to more than 100,000 particles of viral. مرة تأخذ مثلا فترة جدا قصيرة اللي هي مثلا في حالة البايكورنا فيروسز راح يصير حوالي 6-8 ساعات. هاي single cycle of replication يعني دورة واحدة للreplication تنتج لي 100,000 أو أكثر من 100,000 كمتوسط كعدد متوسط للناتج. قد يكون أكثر قد يوصل 200,000 أو 300,000 لكن هذا كحد متوسط يصير كمعدل 100,000 viral particles خلال 6-8 ساعات بالبايكورنا فيروس لأن هنا يصير duration مالت الreplication cycle جدا قصير. بينما في حالة الهربس فيروس اللي هو DNA فيروس هنا عادة الفترة طويلة جدا تأخذ 40 ساعة على ما تنتج لنفس العدد من الفيرال بارتيكلز. فتعتمد أيضا على طبيعة الفيروس ونوعية الفيروس. النون انفلوبت فيروس are released from the cell either in a dramatic burst or rupture. يعني هاي عندي قلت النكت فيروس إما تحطه من الخلية وتطلع أو السو دراميست يعني تحطيم أو قول عليها شو اسمه رابتشر تمزيق مباشر أو يعني تحطيم يعني تدريجي مو تمزيق مباشر تمزق الخلية تطلع لا ونما تحطيم فترة على فترات بورز يعني سو بورز إلى أن تقبل الخلية وتنتهي. كمثال عندنا البوليو فيروس يستخدم هذه الطريقة طريقة الدراميستيك بيرست أو الرابتشر حتى يطلع من الخلية. بينما بقية الفيروسات مثلاً عندي الهربس فيروس الميكزو فيروس لا تسوي طريقة الستيد ستريم يعني شلون مجرى ثابت أو بادينج. فبالتالي الفيروسات هاي الانفلوبت فيروسز ما راح تحطم للخلية وإنما الخلية تبقى حية تبقى سيرفايف وتبقى يعني قابلة للإصابة مرة أو مرتين أو ثلاثة إلى أنه تصير عدة سلو بروجرام دي. عكس البوليو فيروس اللي يؤدي إلى تحطيم الخلية مباشرة أو دراماستيك بيرست. واضح طلاب؟ إذن هناك فرق ما بين الريليز أيضا ما بين الفيروس إذا كان نكت فيروس أو انفلوبت فيروس. فبالتالي الناتج النهائي مالتنا إذا كان نكت فيروس في بعض الحالات ممكن يسبب لنا destruction للخلية أو rupture. بينما بالخلال تصاب بالانفلوبت فيروس أكثر الحالات هي الخلية تبقى survive والفيروس يطلع من خلال البادينج أو من خلال steady stream. نعم هاي عندي الانفلوبت فيروس شلون يطلع بالبادينج. هنا عندي المرحلة مرحلة هنا الفيرال جينز اللي تثبت لي على الممبرين. هنا راح الممبرين سير للانفاجينيشن. هشوف الانفاجينيشن هاي سهل الريسبترات اللي خاصة مع الفيروس سولت عملية انفاجينيشن فراح تحيط لي بمن بالنيوكليوكابسيد هاي اللي موجودة وبالتالي راح يصير انفلوبت فيروس ويقدر يطلع خارج الخلية من خلال هاي عملية الإكزوسايتوسيس. الإكزوسايتوسيس لأن هو دخول الفيروس إندوسايتوسيس وخروجه شنو؟ إكزوسايتوسيس. نعم عندي هاي المراحل هنا ما نمشي بها وايد. عندنا هاي هنا السبسيكوينتال ستيبس اللي احنا قلنا هنا هي ست مراحل رئيسيه لكن ممكن تكون كل مرحله يعني هسه عندي هاي مرحله التصنيع البايوسينثيسيس عباره عن كم مرحله مرحلتين ثلاثه اربعه خمس مراحل يعني عمليه تصنيع الماسنجر ار ان اي وعمليه الاير ترانسفريشن الاير بروتين وبعدين عمليه تصنيع الفيرال الدي ان اي فيروس وعمليه تصنيع عملية ترانسكريبشن فردر ماسنجر عليه وبعدين يصير عملية اللي ترانسليشن. فرق بين الايرلي ترانسكريبشن وليت ترانسكريبشن أو ايرلي ترانسليشن وليت ترانسليشن هو بالمواد المصنعة. فبالترانسكريبشن إذا الايرلي ترانسكريبشن معناته تصنيع
الماسنجر الأولي اللي راح يتحكم لي بعملية تصنيع أو تحكم بالإنزيمات، الإنزيمات اللي هي تشتغل لي على عملية الأمنيفيكيشن. بينما بالنسبة إلى اللية ترانسكريبشن يعني معناته راح يصير أمبليفيكيشن أو كوندنسيشن، تكثيف أو عملية أمبليفيكيشن للفيرال جينوم الجديد. الترانسليشن الأيرلي وليتها متعلقة بالبروتينات، فالأيرلي معناته تصنيع البروتينات البوادئ البريكيرسر مال البروتين، بينما بالليت راح يصير عملية تصنيع نواتج النهائية للبروتينات اللي هي تكون جزء بالكابسيد مثلا. مرحلة الأسمبلي يعني مرحلة الريليس، هاي المراحل اللي شرحناها. هاي عندي السكيماتيك سكيماتيك فيجر مال عملية الريبليكيشن للدي ان اي، يضم كل المراحل اللي شرحناها من مرحلة الادزوربشن او البايندينج للبنتريشن للانكوتينج، وبعدين الاير ترانسكريبشن والاير ترانسليشن، وهنا عملية تصنيع الدي ان اي واللا ترانسكريبشن وتصنيع اللي ترانسليشن اللي تصنيع البروتينات اللي تدخل ضمن الكابسيد، وعملية الكوندنسيشن والاسمبلي، وبالتالي الريليس انطلاق الفيروس الكامل بعد عملية الماتوريشن ينطلق خارج الخلية. هذا دي ان ادينا فيروس، هذا هو ادينا فيروس اللي هو انت كاثر الادينو فيروس هو كدي ان اي فيروس، وانت كاثر الادينو بالنيوكلياس. بالنيوكلياس احسنت، بالنيوكلياس جيد، بالنيوكلياس زين. نعم هاي عندي المراحل اللي شرحناها كلها طبيعيه بالنسبه للريبليكيشن. طبعا هنا أنا مرحله السايكل اوف ريبليكيشن، اذا فيروس كان نوت بي ديمونستريتد انسايد ذا سيل فروم ذا ستيج اوف بنتريشن till the appearance of mature daughter cell. أنا ما أقدر أميز هنا، يعني ظاهرياً ما أقدر أميز شنو قاعد اللي يجري بالخلية من مرحلة دخول الفيروس إلى أنه الفيروس يظهر لك mature daughter virion. هاي كل العمليات ما أقدر أشوفها بالظاهر، يعني أفحصها أو أشيك لها تايتر أو كذا. ليش؟ لأنها راح تصير مرحلة مبهمة يسمونها eclipse period، مرحلة eclipse period. مرحلة الكليبس بيريود هي المرحلة اللي تكون مبهمة، المبهمة من ناحية النظرية، من ناحية يعني الوضوح، يعني بالعين المجردة ما أقدر أشوف أي شيء. فهي من مرحلة دخول الفيروس إلى الخلية إلى أنه يصير ماتشور ويخرج خارج الخلية. إذا أسوي تايتر للفيروس الانفكتيفيتي مالت الفيروس لا معدمة إلا لما يطلع خارج الخلية فيكون قابل على الانفكتيفيتي. After interaction with the host cell, the infecting virion is disrupted and its measurable infectivity is lost. إحنا قلنا راح يفقد قابليته على الإصابة. إذا يعني ما أقدر أشيك إنه تايتر للفيروس ولا قابليته على الإصابة إلا لما يتكامل. فيسمونها مرحلة الإكليبس بيريود اللي هي تستغرب من أول دخول الفيروس للخلية إلى مرحلة الماتوريشن أو انطلاق الفيروس الجديد خارج الخلية. طبعا راح على تتبع مراحل followed by interval rapid of accumulation of infectious progeny virus particles. برا هاي العمليه برا ما تخلص الاكليبس بيريد راح يتكامل الفيروسات الجديده ويزيد عددها ونقدر نتشيك التايتر مالتها. نعم الوقت المتبقي عندي فتره 10 دقائق حتى نحاول قدر الامكان وبعدين انزلكم الرابط. هاي راح يصير عملية طبعا هنا يعني الفيروس راح يسوي يعني يسيطر لي على السيلولر ميتابوليزم. راح كلها الفيروس أول دخوله للخلية راح يسوي تشفير لكل محتويات الخلية، فالميتابوليزم الخاص بالخلية السيلولر ميتابوليزم راح يصير redirected exclusively toward the synthesis of new virus particles. يعني هدف الخلية راح يكون الهدف الرئيسي خدمة الفيروس على مود ينتج لفيروس جديد. فبعض كل الحالات الخلية راح يصير بها إما malfunction تفقد وظيفتها dysfunction أو malfunction، أو قد يصير عندها يعني تغيير بالميتابوليزم، أو قسم عندها لا تبقى تحافظ على الميتابوليزم مالتها الطبيعي. لكن في معظم الأحيان يصير cellular metabolism redirected، يعني يوجه باتجاه فقط تصنيع النيو فيروس بارتيكل طبعا. وبعدين الخليه اخر شيء تتحطم لما
تكتمل عملية تصنيع الفيروسات ويصير انهاك للخلية. هاي مرحلة الكريسبر يا طلاب قاعد تشوفونها، هاي المرحلة اللي بيها اللون هذا الدائرة الحمراء أو واضحة طلاب؟ ما عندك دكتور واضح. هاي تقريبا حوالي 8 ساعات، يعني حوالي تستغرق 8 ساعات من بداية دخول الفيروس إلى عملية الماتوريشن. من صارت عملية الماتوريشن لخروج الفيروس ده خارج الخلية، لأن إحنا ما نسمي ماتور فيروس إذا ما يتكامل كاملا، سواء نيكت فيروس أو نيفلوبت فيروس. فهي المرحلة الإكليبس بريد هي المرحلة المبهمة اللي لا أقدر أقيس بها تاتر للفيروس، لا أقدر أعرف شنو اللي صار داخل الخلية بصورة يعني بالعين المجردة أو من خلال المجهر. نعم عندي طبعا هنا أكو بعض الحالات اللي تصير latent infection، ممكن الفيروس هنحاول أجلها على الأسبوع القادم حتى نبلش إن شاء الله محاضرة هاي ومحاضرة جديدة وياها. زين فأتمنى أنه المحاضرة اللي تكون واضحة ما بها صعوبة. طلابنا واضحة المحاضرة إن شاء الله. إيه أنا أريد هسه بس أريد أدزلكم الرابط مالت قاسم عيني. اسمعني قاسم